دونك اول حاجه نبداو الساعه بوزير النقل كيحكي نوفل على مطار كارتاج الدولي في جلسه المصادقه على ميزانيه وزاره النقل. نسمعوه بعد نكملوا مع الموضوع اللي حكيت عليه. هذا ايضا ينضاف اليه جاهزيه مطاراتنا وخاصه منها مطار تونس كارتاج الذي تبلغ طاقته الاستيعابيه القصوى 5 مليون مسافر، يعني 4 مليون ونص مسافر على المحطة الرئيسية و500 ألف مسافر على محطة الحجيج. احنا في سنة 2022 عملنا 5 مليون و500 ألف مسافر على مطار تونس كارتاج، السنة هذه ننتظر أن نصيروا 6 مليون و600 ألف مسافر، في سنة 2024 ننتظر 7 مليون و100 ألف مسافر على مطار تونس كارتاج. هذاك علاش نسمعوا اللي في بعض الحالات معناه هنالك ازدحام، هناك انعدام للتكييف. لا فماش انعدام تكييف، احنا ما سجلناش حتى بار اوف كليماتيزاسيون، ولكن هنالك عدم قدره للمطار على استيعاب تلك الاعداد من المسافرين ومن مرافقيهم، بما يؤدي الى يعني هذه هذا هذه يعني هذه المشاكل. وزير النقل قال انه حكايه تعطل التكييف ما هيش موجوده. جست خليني نسمعكم اكستريم من موزايك بتاريخ 10 جويلية 2023. عدد من المسافرين عبر مطار تونس قرطاج الدولي يعبرون عن تذمرهم من تعطل نظام التكييف داخل أروقة المطار تزامنا مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ما تسبب في إرهاق المسافرين واستقبالهم في ظروف سيئة للغاية، مطالبين ديوان الطيران المدني والمطارات بالتدخل العاجل لإعادة تشغيله، ومستغربين هذه الوضعية في ظل استقبال المطار خلال فصل الصيف أعدادا من السياح وأبناء الجالية التونسية بالخارج. هو الوزير يقصد راو اللي الناس يسخدوه تعطل تكييف، هذاك التكييف في حده، معناتها بما انه المطار فيه مسافرين اكثر من اللازم التكييف طايح للناس يسخدوه متعطل. هذا شنو نقصد انا الكلام الوزير اللي هو ينقد معناتها في المطار انه طاقه استيعابه ولات. وحكى الوزير الكلام اللي قلناه بليل سبحان الله انه لابد من مطار جديد وفما مطار جديد وممكن يتعمل وغيره، معناتها اللي قال النقص في التكييف هو اللي بسبب الضخامة، ما عبش نوصلوا 7 ملايين في مطار يهز 5 ملايين، معناتها فما زوز ملايين زين دي، معناتها فما أوقات خاصة فما أوقات بليل تعرف فما أوقات كي تمشي لها المطار باش تدخل برك تقعد شي تصف نص ساعة ساعات، معناتها سيتو الصباح الطيارات كل يخرجوا صباح، معناتها زحمة كبيرة. ولكن مشروع المطار جديد وكان احكي عليه الوزير ما نعرفش امل كبير كان يتلانس المشروع ويعطيونا وقت يشوفها بينصير يعلقوا البلاكة وكاو يعلقوا البلاكة يعلقوا البلاكة. فما حاجة أخرى قالها الوزير خلينا نسمعه برها خلينا انت نسمع. انت كمل قال لي الكيران رميت لك باس عادي خلينا نسمع دونك لانسيو عليه خلينا نسمع انت تقول لا لا قال لي الكيران احنا هنا احنا لانسيو نعطي الكره لبعضنا خذي كره ولانسي عايشك اي بزي بزي الوزير قال لي الكيران تم اللي تم توريدها ما هيش مكسره، رغم اللي واحد من المسؤولين اللي كان في المستودع قال انه جمله من الكيران اللي جاتنا مكسره وقت زياره رئيس الجمهوريه نهار الجمعه المستودع في باب سعدو. نسمع بخلافا لما قيل وما ذكر من أنه تم توريد هذه الحافلات وكانت معطبة عند التوريد، هذا مش صحيح. احنا لما نعمل تمشي كما هذا راهو نمشيه على أساس معايير مرجعية على أساس كرات شروط يتم فيه ضبط الشروط الدنيا التي يجب أن تتوفر في هذه الحافلات المستعملة، علما بأن كلفة الحافلة العادية دفعة الأخيرة التي تم توريدها واللي هي 300 حافلة واللي هو راهو إجراء استثنائي من أجل توريد 300 حافلة مستعملة لفائدة شركة نقل تونس لم يتم تسلم منها سوى 122 حافلة بكلفة تقدر ب 6500 أورو للحافلة العادية و 13000 أورو للحافلة المزوجة، علما بأن هذه الحافلات مجهزة بمصافي تراعي المقتضيات البيئية وعلى الأقل هي أقل تلويثا من الحافلات التي هي بصدد الاستعمال من معناها من شركاتنا العامله في قطاع النقل. قلت الويفا الحافله ب 18 مليون 6000 اورو مستعمله من ما تصدق ارخص من كهرباء والله من مصدر موثوق جدا مع العلم انه هذا الحافلات راه عندها سنوات يظل ثلاثه واربع وزراء مروا بها من كوادر الدوله. حكينا مره في الموضوع هذا قال لي حسب كلامه قال لي 660 مليار تترصد كل عام لشراء حافله جديده 660 مليار ما يجيبوش جديدة هذا هذا حسب قلت لك هذا موظف يخدم رقم لا رقم ضخم جدا موظف يخدم في الدولة لا لا هذا هو قلبي ما نعرفش ما نجمش نقول غلط أكيد 660 مليار ما نظنش كان الدولة بظروفها الحالية اللي ما تنجمش تشري باتو سميد
تحط 660 مليار باش تشري كيران. معناتها هو اللي صار انه دوله تو ما عادش نجم 660 مليار كل مواطن يعملوا له كار وحده يعملوا لك. لحظه لا بلال، هي الدوله تو وصلت مرحله كي كار تتكسر ما عادش نجموا يجيبوا قطاع الغيار. قلت لك انا من هذه معلومه سمعتها تنجم تكون غلطه بس ساعه ما ثبتش. رقم انا حبيت نرجع الموضوع الساعه نتاع الزيت خاطر فتوني قلت لك اعطيني الكلمه. لا لحظه خلينا نكملوا الكيران ونرجعوا للزيت حتى ما لا باش تزيدها الكيران تسلق. نكملوا الكيران بلال ثم نعطيك اسمع باش نعملوا فقره اسمها مثلا من القلب مع بلال واحد كيف حبيت. انا حبيت نقول معناها تعقيب على كلام تحبش تحكي على موضوع البارح انت تفضل بربي. لحظه سامحني على التكييف، انت قلت ويقصد انا ما نتصورش حسب ما فهمت من كلام الوزير يقصد بالحق التكييف يمشي ما احنا نكذبوا عليهم. لا سيد الوزير التكييف ما يمشيش، هو قال التكييف يمشي. نرجع للواحد قال بليل بليل تو انا سمعتها كامله وفاهم، هو قال التكييف الناس يسخيدوه بان هو مش بان هذيك حده انتو كره ما يمشيش ما يهمنيش فيه بان مش بان. سيد الوزير راهو ما يمشيش، انا في المطار النسب العرق ما يمشيش واضح معناها ما يهمنيش فيه بان وفيلو غاز هذيك حاجه تخصكم سيد الوزير هذيك خدمتكم. نحب نرجع لموضوع الكيران. الكيران اللي ولا نحكي على كراهب ولا نحكي على شنغال ولا نحكي على كيران ساعات يروجونا على الاخبار كلمه بلال خي فكرني بلال باش يحكي على الزيت. لا بلال باش يحكي على الزيت تكلم مع نسيناوفل خليه يعبر. بلال شنغال اثر عليك كلمت جماعه في السبور في الخبر الاخر نتاع السبور باش يحكي على الزيت بلال صحيح تبين عند سامحك يعني ولا بالحق لحظه يا اخي تزيد درت وانت ساكت شنو نعمل لك يا بلال؟ هاني جاي هاني جاي كلا سعد ولا يجيك في مسؤوليتك صحيح امشي سعد. الكيران اللي جبناها ما احنا من بلد الناس الكل تعرف منين واضح. يلا فاصل شكرا لك سعدي. ايش ثم كثرة الفواصل نزيد لكيران حتى انا نحب نحكي على الكيران. شنو فما اشهار ما نعديهوش؟ لا خلينا نحكوا كلمتين على طرف الزيت. اشهار اشهار فما اشهار شنو نعمل؟ اشهار اشهار وفي زيت شهرنا على الكيران شكون يحب نبطلوا الاشهار؟ لا 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 بطل الاميسيون حتى انا كملت راه ورايا بطل الاميسيون سفيان لا كون فيه الزيت ولا كون فيه المطار. سؤال شخصي سؤال شخصي جاوبني عليه بعد الفاصل تفضل. ومنين جبتهم ال 45 باش خلصت الشنقيل؟ فاصل ونعود.